السلام عليكم حباب ديالي، لاباس عليكم؟ كي درتو مع الصحيحه؟ اليوم جيت نوريكم هذا الخرشف. ها هو، شي تيقولوا الخرشف، شي تيقولوا القناريه. ها هو نقيته ودرته يتسلق مع شويه الملحه. ها هي الملحه وها الحامض، عصرته فيها ودرت نسيس الحامض. غادي ندير الخرشف بلا بشاميل. هاد الطريقه ديما تنديروه طاجين. دابا غندير لكم بلا بيشاميل وغادي تذوقوا وتعطيوني الخبر. صافي الحباب ديالي، اوكي. فوالا البنات، انا درت يطروت الحليب اللي غندير البيشاميل الخرشف. هانتوما دايره هنايا ثلاثه المعالق كبار ديال الفرينه. انا شفتوا دابا الطريقه ديال الطياب، فاش نبغي ندير شي غراتان ولا شي حاجه تندير البيشاميل بحال هكا. كندير هذوك ثلاثه المعالق ديال الفرن باش ندير البشاميل بلا ما ندوب الزبده، عاد نزيد عليها الفورت، عاد نبقى نرمي الحليب بشويه بشويه. ملي تنبغي ندير شي غراتان هادشي اللي تندير. فوالا، تنحرك ويدير الحباب ديالي. هنايا عندي الزبده معلقه ونص كبيره ديال الزبده، درت الزبده بلديه. عندي الثومه غبره، ما عنديش الثومه الاخرى، ودرت الثومه غبره جوج معالق صغار. درت كنور ديال الدجاج، اللي بغى يديرو يديرو، اللي ما بغاش ما يديرو، تيعطي البنه زوينه. درت معلقه صغيره ديال البزار، الملحه سلقت بها الخرشف، ودرت غندير شي شويه باش تجي بنينه. ودرت البصله اليابسه، وهذا هو حبيبه. وكنور اللي بغى يديرو يديرو، اللي ما بغاش ما يديرو، هو راه زوين الا درتو زوين. فوالا، وغنحرك ما نحبش بالتحراك. يذوب ليا كلشي، وجوج معلقات زيت العود الحباب ديالي. الحباب ديالي هي بدات تتقلى لا بيشاميل، وغادي نزيد جوج فرماجات. فوالا هما جوج، صافي ونبقى نحرك. دولي ها هو الخرشف تسلق ليا، ها هي لا بيشاميل موجوده. وندير عليها الفرماج غابي وشويه ديال الربع معدنوس. يلا غادي نبدا باش نديرها في الفران ان شاء الله. ندير فيها هذا، اي فوالا الحبايب ديالي. انا غطيتها بالبيشاميل، ندير عليها شويه الربع، شويه المعدنوس، تعطي داك اللون زوين. انت طيب تعطيها واحد اللون، ما خصهاش تكون كلها بيضه، خصها شويه اللون. غندير الفرماج غابي، ديروا اي فرماج عندكم ديروه. انا عندي ايدام طحنته، فوالا. الحباب ديالي هي طابت الكغاتان ديال الخرشف، هي طابت. نقدمها لكم بالصحه والراحه، جربوها وعطيوني الخبر. هتجي زوينه، جربوها. يلا الى عجبتكم ديروا لي لايك وتابوناو عندي وحطوا صبعيكم على الجرس. يلا وديروا لي شي كومنتير زوين بحالكم يا الحباب. يلا تنتمنى تعجبكم. يلا باي باي الحباب ديالي.